فمن السنن في أيام العشر وفي يوم عرفة التكبير لقول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال السعدي رحمه الله: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. وفي الصحيحين عن طريق محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفات: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. ففي هذا الحديث دليل على إظهار التكبير يوم عرفة وأنه مشروع، ولو كان صاحبه محرما قاصدا عرفة للوقوف بها، مع أن شعار الإحرام التلبية. فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير وهو محرم ووظيفته إظهار التلبية، فلغير المحرم من أهل الأمصار أولى. فهذا من أحسن ما يستدل به على استحباب إظهار التكبير يوم عرفة في الأمصار وغيرها. فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام، ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وقت ابتداء التكبير لمن لم يكن حاجا على أقوال، أصحها وأرجحها أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وجزم به أحمد، واختاره أبو يوسف ومحمد وأبو ثور والشافعي في بعض أقواله. وقال الحافظ ابن حجر: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه جعفر الثريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنه، وهو قول الشافعي وزاد: ولله الحمد. وقيل: يكبر ثلاثا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، وبه قال أحمد وإسحاق.